حاجة فعلا مبهرة. مش عايز أصدقكم، كل اللي بتسمعوه في الجامعة مهم، بس لما هتطلعوا هتلاقوا حاجات كتيرة جدا، هتلاقوا انتوا عايزين تتعلموا حاجات كتيرة جدا. الشغلانة بتاعتنا دي دايما لازم تبقى بتتعلم وبتعلم نفسك كل يوم. ضحكوا علينا زمان وقالوا لنا الصحافة هي مهنة البحث عن النتائج. واقع الأمر كل مهمة الصحفي إن هو يبقى سابق بس مجتمعه بخطوة علشان يقدر يوصل للناس لمكان ما يعرفوش يروحوا لوحدهم. وده لما يبقى هو ملم بأدواته ودايما بيشتغل على نفسه. ربنا يوفقكم كلكم، وليا الشرف إن أنا أبقى معاكم وكل الشرف جامعة بني سويف، وطبعا الدكتور نائل عمار. مبتدأ.com